التحقيق اللي في القضية بتاعت النهاردة هيكون فعلا صادم، عشان لأول مرة هتشوفوا شكل المختل العقلي جوه غرفة التحقيقات. بس كالعادة قبل ما نبدأ عندي طلبين، اطفوا النور وحطوا السماعات ويلا بينا نبدأ في القصة. القضية بتاعتنا النهاردة حصلت في ولاية أيداهو الأمريكية، تحديدا يوم الخميس الموافق 25 يناير 2007. في اليوم ده كان في واحد باسم كريج ويندم كان نايم في هدوء في بيته اللي في منطقة بويز، المنطقة اللي معروف عنها انها دايما هادية. بس فجأة لقى مراته بتصحيه من النوم بطريقة مفزعة وبتقوله ان ابنه جه وعمال يعيط، بس هي مش عارفة تعرف السبب لانه في حالة هستيرية. ابنه اللي بتكلم عليه اسمه ايثان ويندم، عنده 16 سنة وكان عايش مع امه اللي اسمها جودي اللي هي مرات كريج الاولانية. فلما قعد مع ابنه فضل يسأله مالك يا عم، في ايه مصحيني من النوم بالمنظر ده ليه؟ قال له انه هو هرب من البيت بعد ما شاف امه بتتقتل قدام عينه. وطبعا من اول هنا اليوم اللي كان هادي اتحول ليوم مرعب، وجريج قام على طول وابتدى يلبس هدومه عشان يروح بيت جودي بسرعة ويتأكد من قصة ابنه، ولكن ايثان رفض وقال له ان جثتها في حالة سيئة جدا ومش عايزه يشوفها بالشكل ده. وهنا الاب على طول اتصل بالشرطة، وفعلا شوية منهم راحوا بيتها وظباط تانيين راحوا على بيت كريج. وطبعا اول شخص اتكلموا معاه كان ايثان الشاهد الوحيد. Hi Ethan, were you at your mom's house tonight? Were you sleeping? I was on my couch. Okay. I sometimes saw a sleep watching a movie. And where was your mom at when you were sleeping or you were hanging out? In her room. وفي الناحية التانية الشرطة كانت خلاص قدام شقة جودي، ولما دخلوا أوضتها لقوا دم في كل حتة على الأرض وعلى السرير، ولكن دي كانت البداية بس، عشان الرعب الحقيقي كان في شكل جثتها اللي من كتر ما هي متشوهة ما كانوش عارفين دي جودي فعلا اللي بيتكلموا عليها ولا لا. فكل اللي كانوا يقدروا يعملوه ساعتها انهم خدوها للطبيب الشرعي، وهناك عرفوا ان اللي عمل كده في وشها كان ان حد ضربها بدمبل اللي هي الاوزان التقيلة بتاعت الجيم، ده غير انها اتطعنت في كذا منطقة في جسمها بعد موتها. فواضح ان اللي عمل كده كان شخص بيكرهها، عشان اولا مفيش اي حاجة اتسرقت من البيت، وثانيا الجثة وطريقة القتل مش طبيعيين خالص. بس على الأقل دلوقتي كان عندهم خيط، وهو إن القاتل ممكن يكون جاب الوزن من جوه البيت نفسه، عشان إيثان كان عنده أوضة فيها معدات رياضة، فممكن يجيبوا الدمبل مثلا لو لقوه يشيلوا منه البصمات. وطبعا بعدها الشرطة خدت الابن والأب للاسم، وهناك فتحوا معاهم التحقيقات للمرة التانية عشان يعرفوا كل التفاصيل قبل ما يدوروا على القاتل، خصوصا إن جودي كانت مدرسة في مدرسة إيجل للثانوية. أعتقد أكيد أنتوا عارفين من كذا قضية حكيتها قبل كده إن في احتمالية إن حد من طلابها يكون هو الفاعل. I saw my mother earlier around 9 o'clock. Like it was all the lights were off in the house anyway. Got a glimpse that something was going on. Dad was wagging her and stabbing her. بس في التحقيقات بتاعت ايثان الضابط كان مستغرب من حاجه، والحاجه دي كانت حركه ايده وهو قاعد عشان حسسته ان هو بيحاول يخبي حاجه. في الواقع خبراء لغه الجسد بيفسروا ان القعده دي معناها ان الشخص دفاعي او منغلق، بمعنى ان عنده مشكله بس مش قادر او مش عايز يشاركها، ده غير انه قال في الاول ان الانوار كانت مقفوله، فازاي شاف كل الحاجات اللي حكاها دي؟ بس اول ما الضابط حس انه مش هيطلع بكلام منه خالص غير اسئله، وابتدى يسأله عن طبيعة علاقته بأمه خصوصا بعد الطلاق. So what I'd like to do, Ethan, is kind of rewind a little bit, kind of have you start over, because I think what's happening is you're kind of going down the wrong path. Okay. بس كل اللي إيثان قاله إن العلاقة كويسة وما تكلمش كتير بعدها. وهنا الضابط عرف انه لو ضغط عليه دلوقتي مش هيستفيد حاجة، الواد اصلا من دلوقتي وكلامه قليل، فلو ضغط عليه اكتر ممكن ايثان ما يتكلمش معاه تاني، وعشان كده غير كلامه كله وبدأ يسأله عن حياته والمدرسة والافلام اللي بيحبها، حاجات تخليه ياخد راحته على الاخر معاه، لغاية ما ابتدى يسأله تاني عن علاقته بأمه. I'm trying to know what you're telling me online. Tell me exactly what happened in there. There's a couple of things that they tell you that everybody makes mistakes. Okay. And I want you to listen to me. You've made a big mistake. بس اللي انا مستغربه دلوقتي
هما ليه بيضغطوا عليه بالشكل ده؟ إيثن المفروض هو الضحية، شاب عنده 16 سنة وشاف أمه بتتقتل قدامه، فأكيد توتره أو عدم كلامه ليه مبرر، ممكن يكون من الصدمة، فليه بصين له بالشكل المرعب ده؟ وحتى الأسئلة كانت كلها رايحة ناحية قول الحقيقة، عشان لو خدتوا بالكوا هو ما سألش عن تفاصيل القاتل. والموضوع فضل ماشي كده لغاية ما الشرطي قال حاجة صدمت إيثن وصدمتني أنا شخصيا، وهي أنهم كانوا أصلا موجودين في المنطقة ساعة الجريمة جوه عربية فيها كاميرات جايبة الشارع كله، عشان كانوا بيراقبوا حد تاني في قضية تانية خالص، اتنين في حي واحد كتير الصراحة. ولكن الصدمة كانت انهم بعد ما رجعوا الكاميرات يومها لقوا ان مفيش حد ولا دخل ولا خرج من البيت غير إيثن، وده ما كانش دليلهم الوحيد، عشان لما حققوا مع ابوه قال لهم انه حاسس ان ابنه هو القاتل. ليه؟ عشان لما جاله الصبح زي ما حكيت لكم لاحظ انه لابس بدلة مضادة للرصاص، ويعني شيء غريب ان حد يكون لابس البدلة دي بدون سبب، ده غير ان جودي كانت قالت له اكتر من مرة ان إيثن بقاله فترة بيتصرف تصرفات غريبة. في الواقع تصرفاته كانت ابتدت تخوفها، لانه ابتدى يهددها عشان ياخد اللي عايزه، لدرجة انه قبل كده زقها على الحيطة وتف عليها كمان، وكمان خلاها يبدلوا الأوض، فبقت هي عايشة في الأوضة الصغيرة وهو قاعد في أوضتها الكبيرة، ده غير انه ابتدى يخليها تشتري له كريمات وماسكات غالية والحاف أبيض لسريره، وابتدى يكون مهووس باللياقة البدنية. وكمان خلي بالكم من حاجة، إيثن كان متشخص بالاكتئاب والقلق في 2006، ولما الشرطة اتكلمت مع الدكتور النفسي بتاعه قال لهم انه فعلا في حالة مضطربة وتصرفاته بقت أعنف مؤخرا وتحديدا قبل الجريمة. طب ايه بقى موضوع الكريمات والماسكات واللحاف الأبيض والحاجات دي كلها؟ ليه بقى مرة واحدة مهووس بكل الحاجات دي؟ في الواقع الإجابة كانت في الأوضة بتاعته، عشان وقت ما الشرطة فتشت البيت شافوا عنده كتاب فيه شخصية معينة، شخصية فيها كل الصفات اللي هو بيعملها، من أول طريقته في الكلام لحبه للجيم وحتى مستحضرات العناية بالبشرة. والشخصية دي كانت باتريك بيتمان، اللي كانت موجودة في رواية أمريكان سايكو، واللي طبعا اتعمل منها فيلم سنة 2000 من بطولة كريستيان بيل، اللي أنا برضو عندي نسخة من الكتاب ده، وأنا فعلا مش بهزر. ثانية واحدة، ما عنديش حاجة أقولها الصراحة. ولكن الفرق ان الضابط لاحظ ان إيثن ما كانش معجب بس، ده كان مهووس بالشخصية لدرجة انه عايز يكونها. Do you not understand this book? Have you never even heard about books like these? وكان حتى عنده تمثال صغير لباتريك في أوضته. وطبعا بعد كل الأدلة دي إيثن اتحول من ضحية لمشتبه، وأول ما واجهوه بالكلام ده طريقته في الكلام اتحولت تماما واتعصب وانفعل جدا. Why would I kill my mom? You know what? My mom puts dinner on the table. I have no reason to do nothing to her. I saw her. Relax, Ethan. Relax. No. I think you're hurting pretty bad. I think you're right. الشخصية المنغلقة بقت مرة واحدة بتتكلم وبتهاجم كمان، والفكرة ان إيثن مش غبي، مش شاب مثلا تفكيره على قده، عشان لما الشرطة شافت ملفاته الدراسية اكتشفوا انه ذكي بطريقة مرعبة، وفي نفس الوقت الهواية اللي كان بيحبها هي دراسة القتلة المتسلسلين من اول الدوافع لطريقة الجريمة. ولكن ذكائه مش هيساوي حاجة قدام القدر، عشان زي ما الشرطة كانت موجودة بكاميرات في عربية في الشارع بتاعه، إيثن برضو لما جري على بيت ابوه بعد الجريمة يشاء القدر ان جاره يشوفه وينادي عليه اكتر من مرة، بس إيثن سمع وطنش وفضل مكمل مع انه محتاج مساعدة. فلو هو فعلا كان محتاج مساعدة وما عملش حاجة، ليه ما طلبش من جاره؟ ولما الشرطي سأله السؤال ده، ده كان رد فعله. وبعدها قال حاجة غريبة، عشان قال ان القاتل خلاه يحط السكينة في راس والدته، ولما سألوه هو ليه القاتل كان عايزه يعمل كده قال له عشان هو كان عايز يخليه يبان ان هو اللي عمل كده، وان القاتل ما عملش حاجة. ايه يا إيثن، في ايه؟ واضح ان الشرطة وهي بتبص على قائمة اذكى ناس
شافوها من الآخر، عشان ده برضو فتح أسئلة تانية. ليه ما دافعش عن أمه؟ ليه ما جيش وراه؟ ليه سمع كلامه أصلا؟ في كل مرة إيثن بيحاول يخرج نفسه بكذبة بيفتح على نفسه أسئلة أكتر. ولكن عايزين تعرفوا إيه أكتر حاجة مرعبة في التحقيق ده كله؟ أكتر حاجة بتثبت إنه فعلا شخص مجنون أو مختل هي إن بعد ما الضابط سابه وخرج إيثن ابتدى يغني. وفي وقت ما إيثن كان قاعد مقضيها غنى جوه، الشرطي بره كان بيتكلم مع زمايله اللي حققوا مع أصحاب إيثن في المدرسة، وساعتها عرف إنه قبل كده خد حبوب العلاج بتاعته وطحنهم قبل ما يروح حفلة عشان يخلي زمايله هناك يشموها. واللي ما يعرفش أدوية كتير من أدوية العلاج النفسي ليها تأثير شبه تأثير المخدرات، وعشان كده دايما لازم تتاخد تحت إشراف طبيب. ده غير بقى أن مدرس من المدرسين بتوعه قال لهم أنه بقاله فترة طويلة بيقول أنه عايز يقتل حد، لدرجة أنه ما كانش عارف ينام عشان الأفكار دي. وكمان عايز أقول لكم أن المحقق شاف الكراسة بتاعته اللي كانت مليانة برسومات ستات بتتعذب، وجنبها مكتوب حاجات عايز يعملها زي أنه عايز يقتل ناس كتير، وبعدها يقطعهم، وبعدها يحمرهم، وبعد كده ياكلهم. وكان كاتب برضو ان القلب هو احسن عضو ممكن يتحمر، عايز ياكل قلب متحمر. وانا الحتة دي فكرتني قوي بالمذكرات بتاعت باتريك في امريكان سايكو، عشان برضو كان فيها ستات بتتعذب، وكان يعني كان في مشهد كان بيتكلم في التليفون وكان قاعد عمال يرسم واحدة بتتقتل وبتاع، فواضح ان هو فعلا كانت عاجباه قوي الشخصيه دي. بس المشكله ان اول ما المحقق رجع تاني لاوضه التحقيقات، ايثن اول حاجه عملها كانت انه اتهم اخوه. ولكن لحسن الحظ بجانب الادله، الشرطه كانت اصلا حققت معاه وعرفوا انه فعلا كان مع امه يوم 24، وكانوا بيشتروا حاجات من السوبر ماركت، وكان معاهم حتى صديقته. وعلى فكره هو فضل يكذب طول التحقيق بالشكل ده، ولكن اخيرا بعد 10 ساعات كامله ايثن استسلم، وبكل سهوله وبكل برود اعترف انه فعلا اللي قتل امه. Sure, I guess I did. I guess I did or I didn't. Yeah, you did. How did you do it? I whacked her in the head. Okay, how'd you whack her in the head? Easily. وقال انه كان عايز يقتل حد بقاله فترة، وقال الموضوع ده لناس كتير، لمدرسين، لامه، لكل الناس، ولكن محدش اهتم، وكانوا شايفين انه بيهزر. It was just a calling. It was growing inside me. I told my psychiatrist, my therapist, that this has been growing inside me my whole time. لغاية ما رجع بيته يومها على الساعة 8:30، وقت ما والدته كانت نايمة، ووقت ما الأفكار الشيطانية كانت خلاص كذبت. فجاب وزن من الأوضة بتاعته ودخل عليها أوضتها، وقعد يضربها مرة واتنين وتلاتة بالوزن ده لغاية ما ابتدى يسمع صوت دماغها وهو بيتفعص من الوزن. وبعدها راح المطبخ وجاب سكينة، ولما رجع قعد يطعن فيها لغاية ما زهق. سايكوباث بالمعنى الحرفي. Covered up my mom. I started to wash out the walls, you know. But as like, you know, there's too much. It was a big too splat. انتوا دلوقتي قدامكم واحد بيتكلم على الطريقة اللي قتل أمه بيها بكل هدوء، أكنه قتل حشرة، والفكرة إنه كان ناوي يكمل قتل بعدها، ولكن رجع في كلامه في آخر لحظة، وبعد ما اعترف بكل الكلام ده، أخيراً تم القبض عليه، وفي ديسمبر 2007 اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكانية التقديم على الإفراج المشروط، والحكم ده فضل شغال لغاية 2012، عشان تخيلوا إيه اللي حصل. المحكمة العليا في أيداهو غيرت حكمها وقالت ان المؤبد كان انتهاك لحقوق إيثن. ليه بقى بينتهك حقوقه؟ عشان هو كان قاصر وقت ارتكاب الجريمة، فعدلوها وبقت 26 سنة بدل المؤبد. بحب جدا لما يكون مثلا حكم منطقي شوية ويطلعوا يقولوا لك لا هنغيره هنخليه حكم متخلف اكتر. القضاء الامريكي مرات يعني بيبهرني بمدى غربته الصراحة يعني. وانا هنا عندي سؤال دلوقتي، زي ما انت شفتوا إيثن قال لناس كتير على موضوع الافكار اللي بتجيله ومحدش عمل اي حاجة، ولا حتى الدكتور النفسي بتاعه. وعلى فكرة ممكن يكون بيكذب، عشان في التحقيق في اكتر من مرة كان باين ان هو عامل ريسيرش محترم على الحاجات دي كلها، فممكن يكون بيكذب وممكن يكون بيقول الحقيقة. وانا هنا عايز اعرف رأيكم، هل هو فعلا كان بيقول الحقيقة ولا لا؟
وفي الآخر أتمنى تكون القضية دي عجبتكم، وأشوفكم في القضية والفيديو الجاي. سلام.